عام 1957 كانت الشرارة الأولى لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لمشاركة ثلاث منتخبات فقط، وهي مصر والسودان وإثيوبيا. وعلى مدار عقود مضت كانت المتعة حاضرة مع الأميرة السمراء. المنتخب الوطني يتربع على عرش المنتخبات الأكثر تتويجاً باللقب القاري برصيد 7 ألقاب، وهو المنتخب الوحيد في القارة الذي تمكن من إحراز اللقب في 3 نسخ متتالية في عام 2006 و2008 و2010 مع المعلم حسن شحاتة والجيل الذهبي عصام الحضري وبوتريكا وعماد متعب وحسني عبد ربه ونجوم آخرين. منتخب مصر على مدار التاريخ شارك في 25 نسخة، ضاف إلى نسخة الكوت ديفوار وهو رقم قياسي، كما يملك منتخب تونس المتوج باللقب مرة واحدة عام 2004 عندما نظم البطولة رقما قياسيا كأكثر المنتخبات ظهورا متتاليا في البطولة برصيد 16 مشاركة متتالية. نجوم كبار كتبوا أسماءهم بأحرف من ذهب في تاريخ أمم أفريقيا، وفي نسخة 2023 المقامة على أراضي كوت ديفوار للمرة الأولى منذ 40 عاما سنشهد نجوما آخرين يتألقون في المحفل الكبير لقارة أفريقيا. وسبق أن احتضنت الكوت ديفوار البطولة القارية مرة واحدة فقط في تاريخها، وكان ذلك عام 1984 في فترة كانت تقتصر المشاركة على 8 منتخبات فقط مقارنة ب24 حالياً. فكرة البطولة في الأساس جاءت عام 1956 عندما التقى مسؤولون من مصر وإثيوبيا والسودان إلى جانب ممثل من جنوب إفريقيا في البرتغال خلال كونغرس الفيفا لإقامة مسابقة قارية أفريقية. وبعدها توالى تنظيم البطولة في البلدان الأفريقية وتوج بلقبها 15 منتخبا على مدار 33 نسخة.